هذا وقد أكد فضيلة الشيخ الدكتور عدنان القطان رئيس بعثة مملكة البحرين للحج، أكد سلامة كافة الإجراءات المتخذة نحو جميع الحملات والحجاج البحرينيين. للحديث أكثر حول هذا الموضوع يسرنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف وعلى الهواء مباشرة فضيلة الشيخ الدكتور عدنان القطان رئيس بعثة مملكة البحرين للحج. أهلا بك فضيلة الشيخ في نشرة الثالثة، نشكرك على قبول الدعوة. إلى أين وصلت استعدادات بعثة البحرين للحج هذا العام؟ مرحبا، حياكم الله وأشكر لكم حقيقة اهتمامكم بأخبار الحجاج والبعثة. بداية يعني أتقدم بالشكر والتقدير بالإصالة عن نفسي وبقية أعضاء البعثة للقيادة الرشيدة ممثلة في جلالة الملك المعظم محمد بن عيسى وسمو ولي العهد والحكومة الرشيدة على توجيهاتهم السديدة ودعمهم المستمر لبعثة مملكة البحرين للحج، وحرصهم على تقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام من المواطنين والمقيمين. أيضا في هذا الصدد يتوجب علينا أن نتقدم بالشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله وولي عهده وحكومته الرشيدة على ما يقدمونه من خدمات وجهود جبارة ومشاريع جديدة لتطوير الحرمين الشريفين من أجل راحة حجاج بيت الله الحرام. نعم صلح. نعم فضيلة الشيخ، كيف يجري التنسيق مع حملات الحج ووزارة الصحة أيضا لتأمين الحجاج البحرينيين صحيا؟ نعم، لا شك أن يعني وزارة الصحة شريك أساسي في البعثة، ممثلة في اللجنة الطبية ببعثة البحرين الحج، ولها دور كبير حقيقة في حفظ سلامة وصحة الحجاج بعد الله سبحانه وتعالى. فهي الوزارة تقوم بتقديم الخدمات الصحية والعلاجية بالنسبة للجنة الطبية، تقدمها لحجاج مملكة البحرين من المواطنين والمقيمين قبل سفرهم من خلال الرعاية الصحية والتطعيمات الوقائية للراغبين في أداء مناسك الحج. كذلك ترفع من مستوى الوعي الصحي من خلال برامج التوعية الخاصة بموسم الحج للحملات، حيث تنظم ورشة عمل لإداري ومسعفي وطباخين حملات الحج الرسمية. وأيضا تسهم الوزارة بتشكيل كما ذكرت لجنة طبية ضمن بعثة البحرين الحج، مهمتها تقديم ما يحتاجه الحجاج من الرعاية الصحية والخدمات العلاجية في مكة والمشاعر المقدسة. نعم فضيلة الشيخ، أخيرا ما هي أهم النصائح التي يعني تودون فضيلتكم توجيهها لحجاج مملكة البحر؟ والله إذا كانت هناك من توجيهات فطبعا نوجه بأخذ التطعيمات الوقائية اللازمة ضد الأمراض الوبائية، وأيضا أخذ التصاريح المستوجبة لإمكانية التنقل بالمركبات عن طريق البر داخل السعودية، وأهمية أيضا الحصول على تصريح رسمي للحج. ونحذر الحملات يعني من نقل أو إيواء المخالفين، وهذا طبعا لا شك سيعرضهم للمسائل القانونية. وأيضا نحثهم على الالتزام بكافة التعليمات والنصائح والإرشادات الصادرة عن الجهات المعنية سواء كان في البحرين أو السعودية، مع ضرورة التوجه إلى الأراضي المقدسة من خلال حملات الحج البحرينية المصرحة لدى بعثة مملكة البحرين للحج. وأخيرا يعني على الحجاج تفادي، وهذا طبعا دائما يعني ننبه عليه، تفادي الدخول في الزحام مع بقية الحجاج وأخذ الحيطة من الحر الشديد، واستحسان الخروج بعد صلاة المغرب لأداء المناسك أو أداء أي عمل. وأرجو أيضا الالتزام بكافة التعليمات والنصائح التي تصدر من المملكة العربية السعودية ومن مملكة البحرين، و
يعني عدم الدخول في القضايا الخلافية أو السياسية أو استغلال الحج لأغراض سياسية أو طائفية أو توزيع منشورات أو غير ذلك، فإن هذا يعرضهم للمساءلة القانونية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لحج مقبول وذنب مغفور وعودة سالمة إن شاء الله إلى البحرين. شكرا بإذن الله. وفقكم الله وكتب لكم أجر هذه الجهود المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عدنان القطان رئيس بعثة مملكة البحرين للحج، كنت معنا ضيفا كريما في نشرة الثالثة، شكرا جزيلا لك.